أنا ليش هذا كله؟ للماء وإحنا أخوة وأهل وبنشرب من سد واحد، ومثل ما قدرتوا تعملوا السد هذا رجال ونساء وأطفال تقدروا تحلوا الخلاف هذا بينكم، وتقدروا تعملوا سد واثنين وثلاثة، ويمكن نوصل الماء لكل البيت. اسمعوا يا جماعة، إحنا ما اجتمعنا اليوم هانا إلا عشان نحل قضية السد، ولازم نخرج من هانا بحل، وأنتوا أعلم بهذا القضية مني، ولازم الكل يقرر صغاركم والكبار. يا إما أن أنتوا تفتحوا السد والكل يعبي من ماء السد، أو أن أنتوا ترضوا بفكرة الشباب تعملوا خزانات وتعبوها من ماء السد. أنا مع فكرة فتح السد أولا عشان نوقف حميد عند حده، لأن معه نصف الأرض. ما رأيكم يا جماعة؟ بعدك يا شيخ، بعدك يا شيخ، بعدك. كلامك صح يا مقدام، لا بد نفتح السد على مدى البيوت كلها تستفيد. وانت كلامك أمانة قد اداها ابوك زمان، هو اللي ادى الحل الصدق. من اجل هذا الخلاف انا شا اقول لكم على رأي، والرأي الاول والاخير هو لكم. ما قلتوا يا جماعة؟ ادي رأيك يا ناصر. واحنا بعدك يا ناصر، ما نشتري للصلح والسلام. قبل كل شيء احنا اتفقنا يكون السد للبيوت مش للاراضي، وانتوا بتسقوا اراضيكم من السد. ما حد عايز يسقي ارضه، والجميع يلتزم بهذا، وبعدها نفتح باب ثاني للسد على حسب ما يكون للمجاورة يكون للرياح. والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. إذن على بركة الله. على بركة. يلا بسم الله. وكلنا على الله. علوي ببطلة. صغير شايف.